وبينما يتوافد اكثر من مليوني حاج على المشاعر المقدسه يبرز دور مهم لالاف المتطوعين الذين تتركز مهمتهم على ارشاد التائهين من الحجاج واعادتهم الى اماكن اقامتهم سالمين. وتنتشر عشرات المراكز الارشاديه في منى وجبل عرفات حيث ياتي الكشافه من كل مناطق المملكه للتطوع في خدمه حجاج بيت الله الحرام على مدار 24 ساعه يتم تقاسمها على فترات عمل. ويستمر عمل الكشافه الى ثالث ايام عيد الاضحى المبارك لضمان تقديم الخدمات الى الحجاج حتى مغادرتهم المشاعر المقدسه